استثمار قلت في الدم. يلا اي محمد، الناس هذوما حاولوا باش تستثمر. خلينا نفهم الناس اللي باش يفهمك، اللي يستثمر بيان الخرج بتاع الوطن. نعم البيان، البيان مش الرحوي، مش جناح، مش الرحوي. اي لحظه اي باش نفهم برك الوطن شنو. انا جايك البيان اللي خرج هذا مو بيان اجرامي، مو بيان. هذا لو كان يكون قضاء مترهل جدا صاحبه ما اقلش من 15 سنه حبس. اليوم البيان هذا صاحبه مؤيد للنظام، وهنا نشوفوا جريمه الانقلاب، جريمه قيس سعيد، انه نجي تحت جناحه، اعمل واش تحب وقول واش تحب ودمر واش تحب. نحن انا قلت مره، كان قبل في عهد الثوره كنت انت تقول وانا نقول، في عهد بن علي وبورقيبه كنا الاثنين مسكرين من فهمنا. تكلمت اليوم في عهد بن قيس سعيد جريمه اخرى كبرى خطيره، شنو يقولوا هما برك ونحن ما نقولوش. علاش؟ لانك تحت، لانك مشيت معاه، لانك دللت ليه، لانك تاخذ بالاجنده نتاعه. اذا نحب نقولوا انه شكون اللي شكون اللي يقود في الاستئصال هذايا؟ ما الجروب نتاع منجر رحمه، شكون هو منجر رحمه؟ شكون هو الجروب هذايا؟ المجموعه هذه شكون؟ كمان المجموعه هذه في السبعينات هي قسمه الوطن، قسمه اليسار. غير المجموعه هذه ما نحروا بسلاسل وتقاتلوا خرج الوطن الموحد وغيره. به المجموعه هذه ما دخل الجبهه الشعبيه، شكون فتت الجبهه الشعبيه وقاد الانقلاب واصبح الجبهه الشعبيه من 15 عضو في البرلمان الى عضو واحد في البرلمان، شكون قاد؟ مو قاد منجر رحمه. نعم. شكون قاد بالسيف الفاصل بالبواقي؟ نعم. تولها بالبرلمان، شكون ببغاء عبير؟ شكون كانيش عبير؟ ما مش الرحوي هو يردد كالببغاء في البرلمان، كمل البرلمان. باهي، شكون تززر الجزء نتاع الوطن اللي اسمه الوطن الموحد، الجزء هذا من اجزاء برشا في السبعينات، شكون قسمه؟ شكون عامل مؤتمر هنا نهار 29 والاخر عامل مؤتمر نهار 30؟ ما مش الرحوي. اذا انت يا تونسي انسان بالدمار هذا، بالشغف للتفكيك والتفتيت والفتنه هذه، نعم. كيفاش باش يعطي حاجه ايجابيه؟ وكيفاش باش يكون مع قيس سعيد وعاء قيس سعيد، مطيه قيس سعيد؟ كيفاش تنتظر انت حتى اذا كان تقول قيس سعيد باهي وكذا وكذا، اذا كان معاه والماتريال بتاعه هذا، كيف باش تكون النتيجه؟ اي نتيجه باش تكون دراماتيكيه؟ واكثرش من الدراما اللي نعيشوا فيها، الصوره اللي وصلنا لها في ظرف في زمن قياس مساعد هذا وغيره. خليني بالله نقول انا محمد عبو. محمد؟ شفت مع شكون كنتم متحالفين؟ محمد عبدو. محمد عبو. عبو. اي محمد عبو المجموعه معناتها كيف؟ شفت مع شكون كنتم متحالفين؟ متحالفين مع زهير المغزاوي. متحالفين مع منجر رحمه. شفت منجر رحمه وش عامل تو في التطوير؟ قلنا لكم يا ولدي راهو من اول مره سايب عليه. قلنا لكم اللي عنده نفس ثوري حتى تختلف معاه. واللي عنده واللي يحب يحافظ على الديمقراطيه والحريه راهو باين واضح، ما تغلطش نفسك، ما تركبش راسك، شيء يركبوا روسهم ومشوا وتو كيفاش يخرج قول بيان، اخرج قول حاجه، اخرج قول كلمه. نعم. خليني نكمل فكرتي. وين وصلنا منجر رحوي هذا والاحزمه بتاع قيس سعيد؟ قيس سعيد وحده جا هو ما ثم احزمه. وصلوا لتونس الثوره وتونس الديمقراطيه وتونس دوله المؤسسات والصناديق. وصلونا الى الذهاب الى مصر لاستنساخ انقلاب، لاستجداء انقلاب. جبنا الانقلاب حطيناه هنا. بعد مشينا للتجربه الجزائريه، هي تجربه الموالات، وجبنا الموالات. حتى التجربه الجزائريه فيها الموالات، هي طلعت الجزائر في عهد بوتفليقه الموالات هذه. الموالات والمعارضه. في تونس اليوم الافراز نتاع البرلمان الاخير، الكتل نتاع البرلمان الاخير ما فيهاش معارضه. فيها كلها موالات. هذا نحن اليوم اللي اصبحنا مهزله، واللي كانت مرحله نتاع الاخيره، اليوم اصبحنا نطلعوا الجيران كيف اليوم موريتانيا، غدوه موريتانيا عندها انتخابات، وان شاء الله تكون لبنه، ولينا نحن العرب المؤسسات الدول الديمقراطيه تعمل وتركز على المؤسسات والدستور والقوانين والاداره. نعم. نحن اليوم نقولوا ان شاء الله ود الشيخ، لا ثم وعود نتاع ود الشيخ الغزوالي
انه الانتخابات هذه مش يكون باش تكون كانتخابات ولد عبد العزيز، هانا في تونس رواد الثورات هانوا يستنوا في موريتانيا لعل الدخل سليمه دكتور، ولعل نحن تصبح موريتانيا هي قبس نقبس منها وناخذ منها يعني وتصبح نموذج لعل يحتذى به بعد ما كنا نحن النموذج. نعم دكتور خالد شوكات في تدوينه كتب التسامح لا يتجزأ، قبل أن أعطي الكلمة لسيمونسوف، التسامح هو أن تجد مكانا للآخر، دكتور شوكات هذا المختلف عنك في قلبك وعقلك آخر الوطن أولا وآخر العالم لا يأس أو لا بأس، والتسامح لا يمكن يتجزأ، المتسامح حقا هو الذي يستوعب الآخر القريب ابن الوطن حتى لا يكون تسامحه مع الآخر البعيد بلوط كما يقول دكتور شوكات ودق احناك مع كامل احترامنا، ومن امتلأ قلبه وعقله غلا وحقدا على شركاء الوطن وأبناء البلد ليس بمقدوره أن يعطي دروسا في التسامح لأحد، التسامح والكراهية لا يجتمعان في قلب واحد، أما تسامح تسامح بعضهم القلوب مقلوب، أما تسامح بعضهم المقلوب على رأسه فهو عند البعض تجل من تجليات العنف حيال القريب وأقصى احتقار الذات أو سكيزوفرينيا، تلك النخبة البائسة التي تجمع بين أقصى أنواع العنف حيال القريب وأقصى أنواع الانبثاق تجاه البعيد.